إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، خلق الله جل وعلا الإنسان وركب فيه الميل إلى الخطيئة والجنوح إلى الذنب، يخف عند آخر ويكثر عند آخر، يخف في جهة ويكثر في أخرى على حسب قوة الإيمان وضعفه. لكن الله جل وعلا من فضله على العباد أنه يتوب على التائبين، والله جل وعلا يتودد إلى عباده المخطئين. يقول سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولذلك الأصل في الإنسان أنه يقع في الذنب والخطيئة، لكن الواجب عليه أن يبتعد عن طرق هذه الذنوب وعن وسائل وأسباب هذه الخطايا، ولا يجوز له ابتداء أن يقصدها، وإذا وقع فيها وجب عليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار، لأن الله جل وعلا أمر بالتوبة ووعد على القبول سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله جل وعلا التواب، فهو يتوب على التائبين من الذنوب والخطايا، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. والذنوب أيها المسلمون على قسمين: كبائر وصغائر. أما الصغائر فهناك جملة من الأعمال والعبادات تكفر هذه الصغائر، بينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. منها على سبيل المثال مسألة الوضوء، فإن الوضوء سبب من أسباب تكفير اللمم والصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع أشفار عينيه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أظفاره مع الماء، وإذا غسل قدميه أو قدمه خرجت خطايا قدميه مع أظفاره مع الماء. وذكر هذه الجوارح التي تكتسب الخطايا، فإن للوضوء أثراً عظيماً في إخراج هذا اللمم وتلك الصغائر. كذلك عباد الله، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما يحصل بينها من الذنوب الصغائر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فإن الله جل وعلا يكفر هذه الذنوب وتلك الخطايا. كذلك عباد الله، من مكفرات الذنوب الصغائر ذكر الله عز وجل. فمن قال مثلا حينما يصبح 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،
كتب الله له من الأجور والرفعة الشيء العظيم، ولذلك يحرص الإنسان على مثل هذا الذكر الذي يكفر الله جل وعلا به الخطايا ويعظم فيه الحسنات ويرفع فيه الدرجات. وأذكار الصباح والمساء إذا تأملها الإنسان وجدها سبباً من أسباب تكفير الصغائر. كذلك عباد الله، من مكفرات الذنوب الصغائر الأمراض والابتلاءات، فما يصيب الإنسان من مرض أو ابتلاء سبب من أسباب تكفير هذه الخطايا والسيئات، ما لم يصدر عن الإنسان جزع أو اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه بها خطاياه. ولذلك الإنسان إذا ابتلي بمرض ولو كان عارضا أو كان دائما عليه أن يصبر، ذلك أن هذه الأمراض تنقي الإنسان تنقية كاملة بإذن الله عز وجل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سب الحمى، ويذكر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحمى تنقي العبد من الذنوب والخطايا. كذلك هذه الابتلاءات والتي تتسبب بالهموم والأحزان التي يضيق بها الصدر، متى ما إن احتسب المسلم الأجر عند الله جل وعلا كفر الله جل وعلا خطاياه. يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كذلك عباد الله، من مكفرات الخطايا الصدقات. الصدقات من أعظم المكفرات للخطايا والسيئات، ولذلك يحرص المسلم على أن يتصدق على الدوام والاستمرار، خاصة وأن الإنسان ربما اكتسب خطايا خلال يومه وليله من حيث يدري أو لا يدري، فتأتي الصدقة لتكفر هذه الخطايا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن لا نحتقر من المعروف شيئا ولو كان شيئا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. كذلك عباد الله، كثرة الاستغفار، كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، فإن الاستغفار يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب، وإن الاستغفار يجعل الذنوب والخطايا تتحات عن الإنسان كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة. هكذا جاءت النصوص والآثار في التأكيد على أهمية الاستغفار. كذلك عباد الله، بر الوالدين وصلة الأرحام سبب من أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإن لصلة الرحم أثر عظيم في إذهاب السيئات وفي تكفير الخطايا. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعتني ببر والديه وبصلة أرحامه، فإن لها تأثيرا عظيما في هذا الباب الذي أمر الله جل وعلا العباد بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. والمكفرات أيها المؤمنون كثيرة، وما ذكرته من تطوافة إنما هي لبعض الأمور التي يكفر الله جل وعلا بها خطايا الإنسان وذنوبه، وبالنسبة للبقية فتنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون
وأستغفر الله لي ولكم من سائر الذنوب والخطايا، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولذلك من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فلا بد من التوبة إلى الله عز وجل بشروطها الصحيحة التي تمحو هذه الخطيئة وذاك الذنب. ولذلك ذكر العلماء من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة أن شروط التوبة ثلاثة: أولاً الإقلاع عن الذنب، عن هذه الكبيرة، يقلع عنها الإنسان ويتركها. الثاني الندم على فعلها، لأن الذنوب والسيئات مفاسد محضة أو راجحة، والله جل وعلا ما نهى عنها إلا لما اشتملت عليه من هذه المضار ومن هذه المفاسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الندم توبة، الندم توبة. أما من أقلع عن الذنب وما زال قلبه متعلق بهذا الذنب، وما زال راغبا وما زال يرغب في الرجوع إليه، فهذا لم يتب في واقع الأمر. ولذلك لا بد من الندم، وأن يكون الندم شرعيا، والمعنى أنك تعلم قبح هذا الذنب وقبح هذه الخطيئة وتندم على أنك وقعت فيها. كذلك عباد الله، من شروط التوبة الصحيحة العزم الأكيد على عدم العود إليها. والعزم هذا ليست أماني ولا شعارات ولا دعاوى، وإنما واقع عملي يترجمه الإنسان من خلال ابتعاده عن طرق الذنوب والمعاصي. وأما إذا بقي سائرا في هذه الطرق المؤدية إلى هذه الذنوب ففي الواقع أنه ما تاب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فمن أراد الإقلاع عن الذنب عليه أن يسد الأبواب وأن يحسم الطرق وأن يسد الذرائع المفضية إلى هذا الذنب، عافانا الله تعالى وإياكم. عباد الله، من فضل الله عز وجل ومن رحمته ولطفه بعباده أنه يغفر الذنوب مهما عظمت، مهما عظمت. ولذلك يقول جل وعلا: يا عباد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، والإسراف هو الولوغ في هذه الذنوب والوقوع فيها بشكل كبير وعظيم. ولذلك يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، أحسنوا الظن بربكم جل وعلا، فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. أرأيتم الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، فالله جل وعلا يغفر لمن تاب منه. قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومهما عاودت الذنب ووقعت فيه فعد إلى ربك وتب إلى خالقك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي.
قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. بمعنى أنك كلما عاودت التوبة تبت عليك. هكذا ينبغي للمسلم، وأن يحذر من وسوسة الشيطان وتوهينه الذي يدخل على الإنسان من خلال مداخل، منها أن يوقعه في اليأس والقنوط حتى لا يعود إلى التوبة إلى الله الودود سبحانه وتعالى. عباد الله، ونحن في ختام شهر رمضان المبارك، وقد ودعناه بالأمس، وفي هذا اليوم أعلننا الفرح بنعمة الله عز وجل على الناس جميعا، حيث شهدنا يوما من أيام الله جل وعلا، يوم عيد الفطر المبارك. فالله الله أيها المسلمون، في استشراف حياة مليئة بالطاعة بعيدة عن الخطيئة، أما وقد خرجتم من رمضان وقد قيل لكم اذهبوا مغفورا لكم بإذن الله جل وعلا بسبب ما حصل من تقديم هذه الأعمال الصالحة، استشرفوا عامكم الجديد بطاعة وقربة إلى الله جل وعلا، وبابتعاد عن الخطايا والمعاصي والذنوب، فإن هذه الدنيا ليست بدار قرار ولا بمحل إقامة، إنما هي دار نجعة ونقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، والسعيد من اتعظ بغيره، والسعيد من وقف على طريق الاستقامة الذي يقوده إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر أوطان المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونائبيه وجميع حكام الإمارات، وفقهم اللهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.